السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتنا مرحبا بكم مباشرة من صفحتكم ومن قناتكم قناة آثاث الثقة. اليوم بإذن الله خوتنا رانا حنشدوا الرحال لولاية بازا وتحديدا مدينة قورايا. علاش رانا رايحين لبازا؟ رانا رايحين نزوروا الأخ اللي فاز معانا بطب دي كويزين كارتشيز، الأخ رفيق خرزان. خاوتنا بإذن الله راح ترافقونا في هذه الرحلة الممتعة. وعلى فكرة خاوتنا ولاية بازا هي ولاية متواجدة في دولة الجزائر على ساحل البحر الأبيض المتوسط غرب الجزائر العاصمة، حيث تبعد عن العاصمة 75 كيلومتر. وتعتبر تيبازا واحدة من أجمل الشواطئ على البحر الأبيض المتوسط، مثل شاطئ شينوا الذي يجمع بين البحر الأزرق والأخضر. ولاية تيبازا أسسها الفينيقيون كإحدى مستعمراتهم التجارية، حيث كانت لها مكانة مرموقة آنذاك. وكلمة تيبازا في اللغة الفينيقية تعني ممر، لأنها كانت معبرا وممرا للناس بين مدينتي إيكوزيم أي الجزائر وإيول شرشال، ثم أصبحت تعرف بقرطاجية. والآن خاوتنا وصلنا لمدينة قورايا وتلاقينا بالأخ رفيق خزران اللي راح نرافقوه للمنزل تاعو باش نسلمو له الهدية تاعو. خاوتنا آثاث الثقة دائما عند كلمتها ودائما في الموعد. كما راكم تشوفوا الشاحنة تاع آثاث الثقة راهي تتقدم للمنزل تاع الأخ رفيق، والآن الأخ رفيق راهو يستلم في الجائزة تاعو. نقولوا له مبروك عليك. والأخ وليد دائما حاضر ودائما يصنع أجواء ممتعة. نقولوا له مبروك عليك. والأخ رفيق إنسان طيب اللي استقبلنا في المنزل تاعو، نخلوه يقول لنا كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاوتنا مرحبا بكم معنا من دار خونا. واسمك خونا؟ خونا رفيق خزران. خزران من قورايا. خونا رفيق خزران من قورايا يربح معنا البارح طاب دي كويزين في الكرشيس. خويا راك فرحان؟ الحمد لله أنا فرحان. الحمد لله. صحة بارك الله فيك. هذا هو خونا اللي فاز معنا طاب دي كويزين في الكرشيس، الاسم تاعه خرج الرابع. قول لي كيفاش اسمك؟ كيفاش؟ والله ما كنتش نستنى فيها لا بيريت هكذا خويا. والله مفاجأة، أنا كنت نلعب نتبع فيكم أونلاين واحد ساعة وصلناني فما ونكتب لي كومنتير ونتبع، مي ما كنتش كاع داير في بالي أول مرة. الحمد لله كي سمعت اسمي فرحت. تسمى خونا ما كانش داير في باله باللي راح يربح، والحمد لله ربي يوفقه وخرج اسمه في المسابقة. الحمد لله هذا ثقة دائما نجيب لكم جديد ودائما عند حسن ظنكم. خاوتنا هذه هي لاطب اللي فاز معها اللي فاز بها خونا فريد. حنا نقولوا له مبروك عليك خونا رفيق. يسلمك خويا مبروك عليك. الامل تاعك لحقت. لحقت الحمد لله. كيما شفتها في لا فوتو في لا فيديو كيما درتو هذه هي اكزاكتو حاجه الحمد لله. بارك الله فيك في الوقت. والحمد لله بارك الله فيكم. قلنا كلمة أخيرة للثقة وبالتوفيق إن شاء الله. وش رأيك في الثقة أخويا؟ الحمد لله ما شاء الله ثقة لابيد. الله يحفظكم. لا كونفيونس. بارك الله فيكم. خلصنا. سلام. أعطيكم الصحة. تشاو. وهكذا وصلنا نهاية هذه الرحلة. بارك الله فيكم ونشكر كثيرا الأخ رفيق خزران اللي كرمنا في المنزل تاعه. هذا هو ما عادات وأخلاق ناس تيبازا الكرميين. بارك الله فيكم. سلام.